الكورونا والسوشيال ميديا. الكورونا خلقت نوع من الانتشار الواسع جدا واستهلاك من الناس بشكل كبير جدا للسوشيال ميديا. شفت فترة كورونا ازاي مع الزيادة دي لبعض طبعا التطبيقات، الناس بدأوا بقى ينزلوا التطبيقات دي ويسلوا وقتهم، خلاص حظر ومش عارف ايه والكلام ده كله، بدأوا يسلوا. شايف ازاي الفترة دي ومدى تأثر السوشيال ميديا بالإيجاب في الفترة دي؟ والله يعني من ايجابيات السوشيال ميديا برضو ان هي يعني بتديك النصايح او الارشادات اللي انت ممكن تتبعها. فيعني وده طبعا يعني بالنسبه لكورونا، الارشادات المتبعه من وزاره الصحه، التباعد الاجتماعي، ارتداء الكمامات، الكحول، الاجراءات الاحترازيه اللي ممكن تاخدها، دي كلها حاجات ما كنتش هتقدر تاخدها غير من السوشيال ميديا. صحيح ممكن التلفزيون او الراديو هيقدر يقولها لك، بس انت مش على طول قاعد قدام الراديو او قدام التلفزيون. صحيح. وبعدين هتيجي في انهي وقت؟ انما برضو من ميزات السوشيال ميديا ان هي تقدر تحصل على المعلومه في اي وقت وفي اي مكان في اللحظه اللي انت عايزها. يعني انا مثلا هستنى استاذ احمد علي في نهارك ابيض، فانا مرتبط بوقت، لكن عايز اتابعه في غير الوقت ده على التلفزيون، انا هتابعه على قناه اليوتيوب بتاعت الزمالك. فانا في اي لحظه هخش اشوف استاذ احمد على القناه. نفس الوضع بالنسبه للكورونا برضو، الـ الـ الاجراءات الاحترازيه. طبعا موضوع الحظر ده قعد الناس في البيوت، الناس بقت قاعده اكتر على السوشيال ميديا، ابتدت تطلع حاجات ايجابيه وتطلع حاجات سلبيه. بالظبط. من ضمنها مثلا اللقاحات مثلا، ناس نشرت ده اللقاحات مش عارف بتعمل ايه وهتأذيك فين طبعا هو كلها وهم، هو ما استخدمهوش اصلا ولا حد في عيلته حتى خد اللقاح يعني ولا في قرايبه. فهي المشكله ان يعني الناس بتطلع اشاعه مجرد الاشاعه. صح. واحد سمع واحد راح داخل كاتب بوست، التاني خده عنه كأن ده علامه وهو الوحيد اللي عارف بعلم الغيب فراح نشر على ده. طبعا الكلام ده مش مظبوط، ودي من سلبيات السوشيال ميديا. سلبيات تانية للسوشيال ميديا ان هي بتخلق نوع من العزلة الاجتماعية، ان الشخص اللي بيستخدم السوشيال ميديا وبيبقى اكتف عليها بشكل كبير، بيبقى متفاعل، بيعمل كل يوم فيديو مش عارف ايه، بيبعده بشكل كبير جدا عن الناس، ما بقاش شخص طبيعي، بقى شخص بيتعامل من خلال السوشيال ميديا، بقى فيه تفكك في المحيط المجتمعي بتاع الشخص ده. طبعا النسيج المجتمعي طبعا بيبقى فيه تفكك طبعا، لان انا النهارده بتواصل عن طريق السوشيال ميديا، انا مش محتاج ان انا مثلا اخصص يوم في الاسبوع اروح اقابل اصحابي واقعد معاهم زي زمان في النادي، اخرج معاهم، حتى اصدقاء الدراسه، اصدقاء العمل نفسه، كل التواصل بقى عن طريق السوشيال ميديا، بنطمن على بعض. حتى الاسره الواحده زي ما قلت لحضرتك قبل كده، حتى الاسره الواحده ممكن اكون انا واولادي وزوجتي في البيت، وممكن طول اليوم ما اشوفهمش، اقابلهم مثلا وانا نازل او اقابلهم وانا بتغدى، لكن طول اليوم انتوا فين يا جماعه؟ انتوا معايا في البيت هنا؟ لا، انا على السوشيال ميديا.